الحلاوه والجمال والذوق المصري اهو مظبوط. شاهد احنا لازم نكون كده على فكره. ويتشرح لنا حضيف لسيادتك يا استاذ زرسي يعني من ايه من الشعر بيتا. حضيف بس الجمله دي ويتشرح لهم داخل المتحف ايه؟ لان حضرتك ممكن جدا تبقى واقف قدام تمثال وبعدين تقف قدام تمثال جنبي تقول ما ده زي ده وهي مش كده خالص. فلما يجي لك حد من امناء المتحف او المتحف او مرشد سياحي او حد يكون دارس او قارئ في المرشدين السياحيين وكلهم على مستوى عالمي، لا ده انا بطلع لك حاجات. يعني مثلا هتلاحظوا يا مصريين لما تيجوا تزوروا المتحف المصري مثلا او لما تيجي تسافر تروح الاقصر تلاقي اغلب التماثيل المصريه متقدمه برجلها الشمال. يعني لما تيجي تتقدم برجل اليسرى. بص على تماثيل الفيالق العسكريه والشرطه في مصر القديمه، التماثيل الصغيره اللي في المتحف المصري في التحرير في الدور الفوقاني هتلاقيها متقدمه برجليها الشمال. فاذا تقدم التمثال تقدم برجل الشمال الا قليلا. ليه؟ اول مرشع عسكري في التاريخ كان من ابتكارك. ولذلك انا لما دخلت الجيش بعد ما خلصت جامعه عشان اخدم بلدي وجيش بلدي، قعدت 15 شهر في الجيش بخدمه، شمال يمين شمال يمين، ما تلاقيش جيش في الدنيا بيقول لك رايت ليفت رايت ليفت، كله ليفت رايت. ملحوظه من اول ملحوظه جميل ملحوظه جميل. خلينا نتوقف قليلا فاصل قصير ونعود واحنا في رحله مهمه جدا بنبداها النهارده من باب رزق للبحث عن قولوا بقى الهويه المصريه، الحاجات الحلوه اللي احنا بنملكها والمفروض ترجع، الحفاظ على كل التفاصيل الصغيره اللي ممكن تخلي الحياه حياه. وضيفي الاستاذ بسام الشماع الباحث والمؤرخ، وهنرجع بقى ندخل في اسئله مهمه كثيره جدا جدا هتسمعوا اجاباتها لاول مره. ونرجع مره ثانيه واحنا بندور في رحلتنا الطويله، انا عارف انها هتبقى رحله طويله ورحله مش سهله، لكن خلينا نبدا في رحله بندور فيها على التفاصيل الصغيره في الهويه المصريه. ضيفي الاستاذ بسام الشماع الباحث والمؤرخ في علم المصريات، وكنا توقفنا جوه الاستوديو هنا عندي لوحه كده جميله من الخياميه موجوده في الاستوديو، استوديو باب رزق، عباره عن فيها زهره اللوتس. انت على طول عينيك بتروح على اي حاجه فرعوني. المصري القديم عودنا ان احنا لما نبص في منظر ما ناخدش المنظر اللي حضرتك شايفه بس. الملك بيدي قرابين لإيمن رع لأنوبس إيزيس وأنا مع أوزوريوس مش عارف بتاعي. فتبص في الديتيلز، تبص في التفاصيل، هتجد في التفصيلة من التفاصيل بتاعة المنظر اللي أنا شايفه قدامي ده فيه زهور اللوتس وأيضا فيه براعم مش مفتوحة. والمصر القديم لما حضرتك تخش معبد زي معابد الكرمك، ومعنا مرة تانية مصر معابد الكرمك وليس معبد الكرمك، تخش في حاجة اسمها بهو الأعمدة. بهو الأعمدة دي صالة سموها في الغرب The greatest chamber on earth، أكبر غرفة في العالم. أكبر غرفة في العالم فيها 134 عمود. فحضرتك لو بصيت على روس الأعمدة كده وفوق التاج بتاع العمود، ساعات المصري القديم كان يحط منظر من الحجر يعني على هيئة لوتس، ومرة يحط على هيئة بردي، ومرة يحط على هيئة نخل مثلا اللي هو ايه ورق النخل او سعف النخل وهكذا. وساعات يروح قافل الورده فتلاقيها مقفوله لسه مش مفتوحه، وكان لسه هذا البرعم يعطيك الانطباع بانه لسه الحياه بقى جايه، لسه بقى الايه الحياه الثانيه اللي جايه دي البعث ده. فزهره اللوتس دي عجيبه، مصر القديم كان بيعمل منها، مصريه بقى استفادت منها استفاده كبيره جدا. نمره واحد كان بيعمل منها البرفان. نمره اثنين كانت رمز سياسي. تخيل حضرتك اللوتس بكل رقتها دي دخلت في السياسه في مصر القديمه، لان كان البردي وكان اللوتس مصر العليا والدنيا. كانت ايضا ساعات يحطوها على الجبهه علشان يتجملوا بيها. اربعه، شوف حضرتك البتلات بتاعه اللوتس اللي هي الورق بتاع اللوتس يعني الورده ذات نفسها بتبقى طالعه كده مدببه من فوق كده شويه. فالمصري القديم بيمدح مراته وبيقول عليها ايه؟ هي اصابعها كبتلات اللوتس. فانا خدت النص ده وقلت هو في ست صوابعها مدببه؟ الا لو كان بقى هي هتعمل ضوافرها بقى. فتبص تلاقي في بعض السيدات عاملين ضوافرهم من فوق كده ايه للتجميل يعني او حاجه زي كده. ايه؟ قال لك ان مدح الرجل لزوجته كان له علاقه باللوتس وكان له علاقه بالاكل. الحكيم بيغري الناس، الحكيم المصري القديم بيغريهم ان هم يتزوجوا المراه، قال ايه بقى؟
الممتلئة المرحة. هذه الصفتين اللي الحكيم قاعد يقول للشباب في مصر القديمة اتجوزوا. انت بتتجوزوا اتجوزها ممتلئة واتجوزها مرحة. علشان دماغ هنا دلوقتي يقول لك ايه خدها دي دماغ خفيف. وبعدين يروح يقول له ايه وكس ظهرها بالدهان. الدهان اللي كان بيطلع من الزهور وكان يطلع بهذا الدهان الذي ذو رائحه يسموه دلوقتي اروماتيك اويلز وتروح مش عارف السبا مش عارف ايه وبتاع. لا ما ده اختراع مصر القديم برضه. ولو بصيت على الكرسي بتاع توت عنخ امن في المتحف المصري هو قاعد ومراته واقفه قدامه هتلاقي في ايديها في حاجه زي كده قنينه كده وكانها بتاخد من القنينه دي حاجه وبتعملها على كتفه. بعض العلماء بيفسر دي بان هي بتجيب هذا النوع من انواع الدهن او الدهان ذو الرائحه النفاذه وبتعمل له مساج على ده. كان من ضمن الحاجات اللي بتعملها الزوجه لزوجها في مصر القديم. عشان كده كل ده من رمز زهره اللوتس. تخيل زهره عجيبه وهو كان دائما وابدا يعني لما هتشوفوا توت عنخ امن مثلا في تمثاله الخشبي هتلاقيه راس انسان ورقبه والرقبه طالعه مفيش بقى بقيه الجسم مفيش الرقبه طالعه من زهره لوتس خشبيه. برضو ده تمثال شهير لتوت عنخ امن اللي هنطلق عليه توت عنخ امون. فايه قال لك اللوتس بينام على المغرب تقفل البتلات وتنزل تحت الماء شويه وبعدين الصبحيه تروح في طالعه فوق بقى تروح فاتحه. المصري القديم علشان عينيه شغاله كاميرا 500 ميجا بكسل يعني بلفظ الايام دي هو لاحظ ده فقال انا كمان هبقى عامل زي اللوتس هنام هيجي لي فتره هنزل في الغروب انام الغروب بتاعي انا بقى هموت خلاص هسيب وبعدين بكره هصحى تاني وهبقى عامل زي الزهره دي في الشروق. علشان كده اغلب الاهرامات هتلاقيها في الغرب لان انا هموت في الغرب لان الشمس بتموت في الغرب كل يوم. لكن ما تقلقش لان الشمس ما ماتتش دي بس هي اختفت بس هتمشي هتطلع في رحله في العالم السفلي ضلمه هتواجه بعض الشخصيات الشريره اللي عايزه توقفها من انها تشرق تاني يوم. ده كلام عظيم جدا واحنا بنتامل فكره زهره اللوتس اللي برضو جزء من هويتنا المصريه اللي احنا مفتقدينها اللي ما عادتش موجوده اللي حاجات تفاصيل كتير راحت مننا. برجع تاني مع حضرتك استاذ بسام الشماع الباحث والمؤرخ في علم المصريات علشان يعني عايزين نشوف بقى كل الكلام ده نقدر النهارده نستفيد منه ازاي نستعيده ازاي. ومع ضيفي الاستاذ بسام الشماع الباحث والمؤرخ واحنا النهارده في باب رزق بندور على بنبدا على فكره دوره من البحث عن هويتنا المصريه الاصيله لان ده على فكره هيعمل لنا بعد كده هنعرف ازاي نفتح منه ابواب رزق. خليكم معايا فاصل نعود مره اخرى الى باب رزق على الراديو 90 هواها مصري. كمان من ضمن الحاجات اللي كانت موجوده في المقابر الفرعونيه كان بيلاقوا الجبنه القديمه اعتقد مظبوط صح. هل كل الحاجات اللي كان ليها علاقه بالاملاح والحاجات دي كان جزء اصيل من عادات وطقوس المصريين ورش الملح في السبوع والحاجات دي؟ شوف حضرتك الملح كان له باع كبير في مصر القديمه بما انك ذكرت الملح يعني واحنا عندنا ربنا يعني وهبنا وادي النطرون ذلك المكان العبقري اللي تتكلم عنه جمال حمدان يعني هو جمال حمدان ده هرم يعني انت تزوده كده على اهرامات مصر القديمه. فكان بيستخدم الملح ده في المأكولات كان بيستخدم في الحفاظ كان بيستخدم في التحنيط وكان بيستخدم في حاجه رابعه يمكن في ناس كتير ما تعرفهاش اقول لكم عليها. كان الكاهن قبل ما يخش المعبد يمضغ ملح. فده حاجة صعبة ان انت بتمضغ ليه بتمضغ ملح ليه قبل ما تخش المعبد. عندما ترتل التراتيل بتاعت الطقس بتاعك جوه لازم فمك يبقى طاهر لان انت لما هتخش في يوم الحساب في مصر القديمة مثلا هتقف قدام 42 قاضي وهتعمل حاجة اسمها الاعتراف النفي اي تنفي عن نفسك ان انت عملت اي حاجه من 42 او مصريين مصر القديم. ففي الاخر خالص بعد ما بتنفي عن نفسك 42 مصيبه او كارثه تكون انت ما عملتهمش في حياتك او عملتهم بس بتنفي عن نفسك ان انت عملتهم تقول انا طاهر انا طاهر انا طاهر انا طاهر اربع مرات. فعشان تبقى كلامك يطلع طاهر ككاهن في المعبد لازم بقك يبقى نظيف وما ينفعش ينضيف الا لو كنت هتمضغ الملح لانه هيقتل الميكروبات على حسب الاعتقاد. نرجع مرجوعنا نقدر نستفيد ازاي نفتح ابواب الرزق ازاي الان في القرن 21 مستفيدين من هذه الحضاره العظيمه. نمره واحد من حوالي سنتين متحف بيتري في لندن في
فلاندرس بيتري ده عالم اثار انجليزي شهير مصريات كان بيناقف في مصر كتير واكتشفوا في منطقه اسمها الطرخان اي حاجه تانية عايزين نعملها عايزين نعرف الناس على مصر الجزء التاني بقى يعني مش مصر اللي انت عارف مصر التي لا نعرفها لان احنا كلنا عارفين الجيزه كلنا عارفين بني سويف العظيمه كلنا عارفين حتت كتيره لكن قليل مننا هيعرف فين طرخان في طرخان وهي 50 كيلو جنوب القاهره وجدوا مئات المقابر منها مقبره لقوا فيها فستان من الكتان قعدوا يذاكروا فيه في لندن لغايه لما من مده قليله خرجوا علينا بهذا التصريح بعد دراسات من علوم المصريات ان هذا الفستان هو اقدم فستان ارتديته الست في تاريخ البشر في تاريخ العالم القديم يعني الست المصريه وقت ما كانت الست في حته تانيه قاعده في الكهف فوق انا سعانه يا حبيبي يروح راح يضرب لها دبه ويقلع لها الدبه اللي بتلبسها الدبه عشان تتدفى انت هنا كنت لابسه فستان بكم طويل معمول من الكتان فتحه الرقبه بتاعته 7 أو 7 أو V اللي هي زي دلوقتي تصميم يعني تصميم يعني في مصر القديم عرف التصميم بالظبط كده عرف التصميم وعرف يبقى عنده موديل للحاجه اللي بيعملها الموديل هي دي كلمه اشكرك احسنت هي دي الكلمه اللي بدور عليها ان دي مش بتعمل اي فستان كمان دي كمان بتعمل موديل بتعمل موضه بتعمل فاشن طيب الفستان ده يرجع لقد ايه يرجع لاكثر من 5000 عام يعني قبل ما انت تبني هرم لبست ارتديت غطيت اهو فدي لوحديها ايه دي لوحديها عبقريه وحكمه وفي نفس الوقت انت بترسي بقى قواعد بقى كبيره لحضارات تانية حضارات بقى ادب واخلاق وتغطيه وعدم عري وحاجات كتير العجيب في الامر ان احنا انا راصد الفستان ده من زمان لان كان عندي حمله اسمها الخمسه الكبار وده كان من ضمن الخمسه اللي كنت بطالب بعودتهم الى مصر طيب ده فستاني والعالم كله عارف دلوقتي ان هو اقدم فستان في التاريخ طيب نعمل منه موديل ويطلق عليه موديل طرخان لان هو في العالم كله معروف كده دلوقتي طرخان دريس عمل موديل من الفستان ده ويتباع في بيوت الازياء العالميه ويتكتب عليه طبعا يعني تاريخه كمان وكمان تاخد معاه ايه كتيب صغير كده واخد بال حضرتك وانا شخصيا كتبت في الفستان ده كتير لكن انا بحب فكره الابتكار انت اخترعتي حاجه او انت اخترعت حاجه ما كانتش موجوده يبقى كان في ترزي يبقى كان في واحد بيعمل كتان وخد بال حضرتك كتان هيعيش اكتر من 5000 واحد بيعمل احذيه اشكرك ده انت لسه من كام شهر يا حضرتك ابن حلال انت لسه من كام شهر لسه مطالب في الاعلام المصري بعوده شراب تريكو لطفل مصري قديم كانوا بيذاكروه برضه في بلاد بره دكتور مرجعه لنا الحاجات دي لازم ترجع فلو انا مسكت كل اختراع من دول يعني مثلا انت اخترعت اول اداه ري في العالم هذه الاداه اسمها الشادوف يا اخي في ناس تعرف الشادوف وفي برضو ناس لسه ما تعرفش الشادوف والمصدر لازم يعرف الشادوف الشادوف ده لازم يبقى اول حصه كده في المدرسه ليه لانه وانا في فيلز ميوزيوم في شيكاغو في الولايات المتحده الامريكيه لقيت 5 و6 سنين 2x2 اطفال واخدين ايديهم في ماسكين ايديهم في ايدين بعض والمدرسه الامريكيه في شيكاغو مدخلهم متحف وبتطلع بيبي منهم يشغل شادوف تحفه الامريكان عاملينه هناك بترعه ميه بتدربوا على ايه بتدربوا امريكا اللي وصلت هنا ووصلت القمر مش عارف ايه وبتاع بتدربك على اول اداه ري في التاريخ لمين للي عنده 5 سنين و6 سنين ما جابتش الجامعه دي جابت البيبي بتزرع ايه جواه بتزرع البذره دي البذره اللي لازم تتزرع دي البذره اللي زرعها والدي ووالدتي فيا لما كان عندي 6 سنين واخدوني اسوان من اسكندريه إذا أستاذ بسام الشماع إحنا بنتكلم يمكن دي بداية الرحلة يمكن النهاردة في حلقتنا بنحط نقطة في بداية الفصل الأول من رحلتنا أو بداية المقدمة لرحلتنا الطويلة أكيد عايزين نبحر كتير في أوقات أخرى مع كل ما له علامات طارقة في حضارتنا المصرية عشان نستدعيه مرة تانية عشان نعرفه لأولادنا عشان نستفيد منه زي ما حضرتك بتقول النهاردة كده حاولنا بس نروح لناحية الأكل شوية واللبس شوية والتعريفات لعلاقة بزهرة اللوتس الجميلة ربما تعود رمز الأشياء كتيرة في حياتنا أنا يعني مستمتع بالحوار معاك وإن شاء الله لنا حلقات أخرى في باب رزق
اكيد نكمل ما بدأناه، على وعد دايما ان احنا نبدأ الرحلة كده ايه، نحضر ونذاكر مع بعض ونشوف نقدر خطوة بخطوة نعمل ايه في اللي جاي ان شاء الله. شكرا استاذ بسام الشماع، الباحث والمؤرخ في علم المصريات، بشكر حضورك، شكرا جزيلا في باب رزق على راديو 90 هواها مصر، وان شاء الله بكرة حلقة جديدة.